يلا يا بنات الكل يجهز ويجمع عندي تحت طابور. تمام، الفطار عندي بعد 5 دقايق. 5 وثانية هسحب الفطار وهتخرجوا على غيار الريق. 5 وثانيتين مفيش ريق. البيت ده ليه نظام، شعاري كل ثانية ليها لازمة، لا اما هتطرقعوا بالجزمة. انصراف انصراف، شدي ومدي شدي ومدي. يلا يا يلا، اتأخرتوا ليه؟ روح انت لف العربية بسرعة. يلا هوب، 101 102 103، شد ظهرك شد جسمك، شعرك هصه هوب، حد 2 3 4، حد 2 3 4، يلا شدي نظام. يلا يا بنت، مفيش داعي افكركم بالتعليمات. بنات العميد نور لازم تبقى واجهة مشرفة في كل حاجة. شد جسمك، كلامنا مع زمايلنا الرجالة لازم يكون بحساب، مفيش ضحك. اللي هتضحك فيكم هغير لها معالم وشها. يلا ابتسامة بس، مسموح لكم بضحكة واحدة قبل النوم. خدوا بطايقكم شدوا جسمكم، يلا هوب، حد 2 3 4. الحديد تمام، كله تمام تمام وانضباط. ها بنات، سامعين الانفرادي بينادي؟ اي واحدة تعمل غلط هو تحت الخدمة. ايه الاخبار؟ شدوا كلوا. ايه العدس زي ما هو ليه؟ اضربوا عدس. يلا كل يوم هقول لكم عن فوائد العدس. العدس ينفش في المعدة، يعمل جدار عازل في المعدة. الميكروب أول ما يبص للجسم يعرف إن الجسم ده شارب عدس فيقدم على طلب هجرة. أمال إحنا ليه بنشرب المساجين عدس؟ مالكوا بتبصوا لبعض كده زي اللي مقفوشين في كمين؟ لا ابدا يا ماما، ما فيش حاجه. ده على اساس ايه؟ سلفاكوا؟ ده انا امكوا فهماكوا كويس. انطقوا، في ايه؟ انا بقول لحضرتك ايه يا ماما، بالنسبه للعريس ايه ده؟ انت لسه بتفكري في الموضوع ده؟ انا بفكر في الموضوع ده؟ انا ما بفكرش في الموضوع ده، انا بفكر حضرتك بالموضوع ده. انا فاكراه. انت بتكلميه يا شرف؟ انا بكلمه. انا ما بكلموش، انا معيش اساسا رقم تليفون.
عارفة يا شرف يا حبيبتي لو طلعتي بتكلميه أنا هنقل بقك من مكانه. أمال بتسألي ليه؟ أبدا يا ماما، أصل حضرتك قلتي إن أنت هتردي عليه بعد أسبوع وهو فات شهرين وما رديتيش. هو ده عريس؟ ده عيل ملوش لازمة، ده مامته بتدلعه بتقول له يا كوكو. الله، مش اسمه كمال؟ لازم تدلعه تقول له يا كوكو، أمال هتقول له يا عبده؟ بلا عبده بلا كوكو. هبشرك أنا رفضته. ليه يا ماما؟ إيه اللي حصل؟ بعد التحريات طلع عيل تافه، الواد غاوي يلعب استيميشن ودايما يطلع كوز. يا نهار اسود. دي اول حاجه. تاني حاجه جايب مجموع في الثانويه العامه زي وشه، وقبل ما يدخل كليه التجاره انتساب قدم في الكليه الحربيه. قلت الله، هو ده العريس. شفت؟ تسلم الايادي، تسلم يا جيش بلادي. بنغنوا على ايه؟ ده سقط في كشف الهيئه. ياه، طب ايه المشكله يا ماما؟ طب ما ياما ناس بتقدم يعني في كليه الجيش والشرطه وبيسقطوا في كشف الهيئه، ايه الازمه يا بنتي؟ لو كان سقط في الكشف الطبي كنت قلت معلش، عنده حول فلات فوت كنت عالجته والله على حسابي، انما كشف الهيئه يعني العيله في مشكله فيها. معقول يا ماما بقى ده سبب يترفض علشانه؟ طبعا، اذا كانت الحكومه رفضته ورفضت تأتمنوا على حمايه البلد وسلامه اراضيها، أأتمنوا انا على بنتي حبيبتي؟ فعلا يا ماما عندك حق والله، مقنع. اكيد انا عمري ما هتجوز خالص. بتقولي ايه يا حبيبتي؟ لا ابدا يا ماما، بقول لها خدي الطبق الفاضي وهاتي الطبق المليان. شرف، عجبكم العدس؟ اعمله لكم عصير. العدس؟ 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 العدس الليله يوم عيده، يا رب تبارك ونبارك ونزيده. يا رب يبارك يا رب، يندل العدس وينكب. يا رب يبارك وتزيده. يا ماما. شكرا شكرا.